How are you, girls? Unit 6, lesson 10, page 65. نتحدث عن الدرس العاشر من الوحدة السادسة صفحة 65. What should I do? ماذا? What يعني ماذا? What should يجب? I do فعله أو عملهم. راح نتحدث عن هاي الشخصية إنه تريد نصائح بحياتها ونشوف شنو. طبعا هاي الفقرة كلش سهلة ما بيها أسئلة بس ذني الثلاثي هنقرأ ونجاوب عليها. منى is 18. منى عمرها جيد 18. She has been worrying. هي قلقة about what she is going to do after the exams next year. هي قلقة worrying about عن ماذا going to سوف تفعله after بعد الامتحان السنة القادمة. شوف هنا going to طبعا تذكروها من حكينا وياها ونيكس هي أحد أزمنة الزمن الفيوتشر. Some of her friends بعض من صديقاتها are planning planning خططوا to go to college أن يذهبون علماً إلى الكلية college زين and study ويدرسون further. Further يعني معناتها مواد أخرى أو دراسة أخرى. Others الآخرون are leaving the school سوف يتركون أو يتركون المدرسة and getting ويحصلون jobs مهن أو وظيفة in shops في المحلات and offices بالمكاتب. زين منى is confused مرتبكة and cannot لا تستطيع decide تقرير what is the best for her ما هو الشيء أو المفضل لها. So لذلك she starts بدأت blog يعني شنو مدونة and invite يعني معناتها دعت anyone أي شخص and everyone وكلهم to give حتى يعطوها her some ideas and advice يعطوها بعض الأفكار أو الآراء ideas and advice والنصيحة. هنشوف أول نصيحة. Hi everyone. Hi مرحبا كل واحد. I am منى. أنا منى. Please رجاء help me مرجاء المساعدة لتقرير decide what I to do ماذا أفعله when school عندما finish أنهي المدرسة next year السنة القادمة. Shall I هل get a job أحصل على عمل أو وظيفة or shall I continue studying أو هل أستمر بالدراسة. I really أنا حقا don't know ماذا لا أعرف what job ماذا المهنة أو الوظيفة I want to do التي أرغب بعملها want رغبة أو إرادة. I enjoy أنا أستمتع بالساينس بالعلوم بالماثز رياضيات and الارت بالفن and I am getting good grades. Good grades يعني معناتها درجات يعني درجات عالية. But I really وحقا don't like being away from home لكني حقا لا أرغب أو لا أحب away الابتعاد from home عن بيتي أو منزلي away بعيدا. Thanks منى شكرا منى.